مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، شوطنا 17 للابكار، المحليات الاصايل، شوط الانتاج والمنتجين ينطلق بحفظ من الله ورعايته هذا الشوط. نذهب مباشره الى مقدمه الشوط الى المركز الاول لنتعرف على الصداره، لنجد مع المقدمه والمركز الاول من تسيطر مع بدايه المقدمه. نجد مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاق والمسار هناك جميلة سعادة فريق بن علي بن حمودة الظاهري، اسم تاريخي مشاهدينا الكرام يا أبو خليفة بهذا التقدم والمسار. المركز الثاني هناك حفلة، محمد بن سعيد بن خليفة الدلعي من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثاني. نشوف اللي في المركز الثالث، الشهامة مبارك بن سعيد بن مبارك الكتبي من يقدم الشهامة مع المركز الثالث. نتأخر ونشوف اللي في المركز الرابع، نرى شعارك يا ابن زرب يتقدم مع المركز الرابع في هذه اللحظات من يقدم مذيار أحمد بن عبيد بن علي بن زرب العامري. أما اللي في المركز الخامس من تاتي كواكب تعود الملكية سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي من قدم لنا نقطة ذهبية في هذا الصباح مع الناموس يقدم لنا هذا الاسم مشاهدينا الكرام لكواكب. المركز السادس، سادس المراكز ريناد سعيد بن منانة بن غدي الكتبي من تحتل المركز السادس. سابع المراكز جمايل سلطان بن علي بن عمير الكتبي. أما اللي في المركز الثامن أرى الريم حمد بن سلطان بن عواد النعيمي من يقدم لنا الريم. نشوف اللي في المركز التاسع تنطلق مباشرة أرى اللي هي ضبية علي بن محمد بن حميد الدرعي، ومن الجانب الآخر تنطلق مع المركز العاشر الشهنية محمد بن هلال بن سعيد العفاري. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة والنداء الأول لشوط الإنتاج والمنتجين لناموسه ناموسين في عاصمة الميادين. لنا عوده مع مقدمة الشوط، لنا عوده مع المثلث الذهبي اللي شكل انفراد وانعزال عن بقية المراكز. مشاهدينا الكرام الكادر العلوي باعد المسافة سربا من الأبكار، سربا من انتاج المنتجين. بالفعل هناك مع الصدارة والمقدمة حفلة من تاتي مع المقدمة، حفلة من تاتي مع المركز الأول. ولكن اللي هي هناك مشاهدينا الكرام تتقدم في هذه اللحظات، يا سلام، تنطلق مباشرة بتقدم ممتاز الشهامة. الشهامة غيرت النتيجة، الشهامة تعود الملكية من يقدم لنا الشهامة. هناك مبارك بن سهيل بن مبارك الكتبي في مقدمة الشوط. المركز الثاني، هناك مرعوشة مشاهدينا الكرام من تتقدم اللي حمد بن عبد الواحد بالخزع العامري. يا سلام على هذا الانطلاق والمسار، تتقدم تحمل الرقم 18 مشاهدينا الكرام في مقدمة الشوط ومع المركز الأول تسيطر بهذا التقدم لمرعوشة لملكها حمد بن عبد الواحد بالخزع بالعثه العامري. يبي السلام لمصانع الجنوب، عودهم هذا الشعار بإنتاجه، عودهم بأشواط مفتوحة بالنواميس وبالانتصارات. المركز الثاني، اللي في المركز الثاني من تاتي مشاهدينا الكرام هناك مع المركز الثاني تاتينا حفلة محمد بن سعيد بن خليفة الدرعي. المركز الثالث هنا جميلة سعادة فريق بن علي بن حمودة الظاهري يقدم لنا جميلة وإنتاج جميلة، الاسم الغني عن التعريف. المركز الرابع، رابع المراكز من تاتي مشاهدينا الكرام الضبية علي بن محمد بن حميد الدرعي. المركز الخامس، اللي في المركز الخامس الشهنية محمد بن هلال بن سعيد العفاري، وأيضا وصول من كواكب سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود أيضا هناك مع شعارك يا أحمد بن عبيد بن يزرب العامري من يقدم لنا مذيار، ولكن لنا عوده والعوده احمد الى مقدمه الشوط الى مرعوشه من تسيطر مع البدايه. حمد بن عبد الواحد بالخزع العامري من يسيطر
ما عاد تقدم، وهذا الانطلاق الأول والمسار الأول. يبي السلام هناك مشاهدينا الكرام، هنا السلام إلى زاخر أو إلى مصانع القلوب. يا سلام المركز الثاني، هناك تتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام حفلة محمد بن سعيد بن خليفة الدرعي. المركز الثالث، اللي في المركز الثالث أرى مشاهدينا الكرام الضبية، تتقدم الضبية 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 مع المركز الثالث علي بن محمد بن حميد الدرعي. من يقدم لنا الضبية؟ المركز الرابع الشاهنية، محمد بن هلال بن سعيد العفاري يقدم لنا الشاهنية، تتقدم في هذه اللحظات. المركز الخامس أرى مشاهدينا الكرام جميلة جميلة تعود الملكية سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، هكذا الإبداع في سن الإذاع مشاهدينا الكرام. المقدمة والصدارة مقدمة الشوط والمركز الأول. يا سلام مقدمة الشوط والمركز الأول اللي انطلقت لنا ناموس هذا الشوط إلى الإبداع. هناك الضبية 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 مصانع الجنوب، أهل القوع أهل الرقيعات يحضرون بأنتاجهم مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول علي بن محمد بن حميد الدرعي. المركز الثاني مرعوشة حمد بن عبد الواحد بالخزاع العامري. المركز الثالث الشاهنية محمد بن هلال بن سعيد العفاري، غيرت إلى المركز الثاني. القادمة جميلة لسعادة فري بن علي بن حمود الظاهري. كواكب سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي. هكذا النتيجة هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. شوط المنتجين، شوط الانتاج، ولع الشوط ولع. عادت مرعوشة إلى المركز الرابع ومن الرابع إلى الثالث لمالكها حمد بن عبد الواحد بالخزع العامري. شوط الانتاج إلى وين؟ تتقدم مشاهدينا الكرام كواكب، تنطلق كواكب إن لم يكن كلام ثاني مع مرعوشة. ومن الجانب الآخر جميلة وتتقدم أيضا هناك الشاهنية، ولكن الصدارة ومقدمة الشوط والمركز الأول اللي هي كواكب. كواكب مع الصدارة، كواكب مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. تعود الملكية سند بن محسن بن حفيظ المزروعي يبي للمرة الثانية في هذا الصباح. هناك مرعوشة حمد بن عبد الواحد بالخزع العامري. الناموس إلى وين؟ الشوط إلى وين؟ الفوز والإبداع والانتصار. كواكب كواكب حل الثانية مشاهدينا الكرام. مرعوشة قادمة وهناك الشاهنية، ولكن كواكب نقول للمرة الثانية لهذا الشعار سلام سلام غياثي سلام للمرة الثانية في هذا الصباح. تهانينا والناموس لمالكها سند بن محسن بن بخيت، وسلام سعيد بن محسن بن حفيظ المزروعي على هذا الناموس. المركز الثاني مرعوشة حمد بن عبد الواحد بالخزاع العامري. المركز الثالث ثالث المراكز ضبي علي بن محمد بن حميد الدرعي. المركز الرابع جميل سعاد فري بن علي بن حمود الظاهري. المركز الخامس هناك الشاهنية محمد بن هلال بن سعيد العفاري. التوقيت الزمني 9 دقائق مشاهدين الكرام، توقيتنا الزمني 9 دقائق توقيتنا الزمني مشاهدين الكرام. ننتظر التوقيت الزمني 14 ثانية وفأً وتمام. تهانينا والناموس لمالك كواكب سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي على هذا الفوز. مرعوشة حمد بن عبد الواحد بالخزاع العامري. التوقيت الزمني 9 دقائق 17 ثانية 4 من الأجزاء. ثالث المراكز اللي في المركز الثالث كان من نصيب الضبية علي بن محمد بن حميد الدرعي. 9 دقائق 17 ثانية 7 من الأجزاء. تهانينا والناموس للجميع.